المهرجان ياخذ للسنة الثانية على التوالي مسمى كرنفال سلام ليبيا، هذه الدورة الثانية، وحيكون في أيام 15-16-17 إن شاء الله من غدوة حيكون تنطلق الفعاليات من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن فعاليات والبرنامج الزمني للاحتفالية، وحيكون يوم 16 فيه مجموعة من الفقرات والفعاليات، ويوم 17 مجموعة من الفقرات والفعاليات أيضا، وكل يوم مقسوم زمنيا لقسمين، فترة صباحية وفترة مسائية ليلية. الترتيبات إن شاء الله كويسة، والشباب إن شاء الله على قدم وساق يعني يجهزوا، سواء كانت الخارطة التنظيمية البروتوكولية ولا الخارطة الأمنية الزوز موجودات، وإن شاء الله نتمنى أن ميدان الشهداء يكون في الموعد ويكونوا الناس مستانسين ويكونوا مستريحين، ويطلع من بالناحية الشكلية وبالناحية التنظيمية بالشكل والأمنية بالشكل اللي الناس ممكن حباته وحابين إنهم يكونوا موجودين فيه. هو يوم شعبي، اليوم الشعبي هذا ديما تحاول إنك أنت توفر الراحة للناس يعني من كل النواحي، سواء كانت صحية سواء كانت تنظيمية ترتيبية من ناحية الشكل العام والبروتوكول، ومن ناحية الأمنية إن شاء الله كل اللجان تضافر جهودها يوم 16 ويوم 17 بحيث إنهم كلهم يكونوا في الموعد خدمة للناس اللي موجودة في الميدان. يعني إحنا نهدرزوا عليه حوالي 60,000 أو 70,000، هذا إذا ما درنا عدد تقريبي للناس المتواجدة في يوم 16 و17، فإن شاء الله الكل يكون في الموعد والكل يكون قد المسؤولية اللي منحت له. والترتيبات مستمرة إن شاء الله، يكون يوم 16 في كرنفال استعراضي للمرة الثانية على التوالي، حتى ودرناه السنة اللي فاتت والسنة هذه، حتى هو ساعين إن احنا نخلوه جزء من الملامح الكرنفال وجزء من مميزات الاحتفالية. الانطلاق حيكون الساعة 5 العشية من قصر الخلد العامر اللي هو قصر الملك سابقا في منطقة الظهرة، تطلع اللوحات الاستعراضية المشاركة في الكرنفال، حوالي 15 أو 16 لوحة استعراضية تمثل هلبة حاجات، في مختلف جهات مشاركة في الكرنفال، مؤسسات مجتمع مدني، المؤسسات التعليمية، الكشافة والمرشدات، عروض أزياء تمثل المكونات الثقافية والعرقية في ليبيا، فرق فنون شعبية تمثل كافة الأقاليم الليبية سواء كانت الشرق والغرب والساحل والمنطقة الجبل والصحراء. حيكون فيه مشاركة لنادي السيارات الكلاسيكية بسياراتهم المعتادة واللي احنا تعرفنا عليها، حيكون فيه مشاركة لشباب وهواة الدراجات النارية والموتوات، وحيكون في مشاركة لمديرية أمن طرابلس ممثلة في السيارات بتاعينهم، حيكون في معنا الفرقة النحاسية لفرقة الشرطة الفرقة الرسمية وفرقة الجمرك مصلحة الجمارك، وحيكون في جزء خاص بما يعرف في اللهجة بالعقد اللي هو الفرسان اللي الشعبيين اللي يكونوا لابسين زي الشعبي وكذا، جزء من الفلكلور وجزء من الهوية. حيكون في مجموعة من الأطفال ومجموعة من الشباب اللي يمثلوا الحياة العملية سواء كانوا مهندسين أطباء وكذا، نحاولوا من خلال الكرنفال هذا نحسسوا أن كل أفراد المجتمع مشاركين. وحيكون في طبعا سكتشات خاصة بالأطفال، حيكون في دمى ومهرجين وحاجاتك يعني، هذا بالنسبة للكرنفال. أما برنامج اليوم الثاني سوف يكون يوم 17 فبراير وهو اليوم الرسمي للاحتفال، سوف ينطلق مع بداية ساعات الصباح الأولى، سوف يكون الميدان مفتوح للمواطنين للمحتفلين، سوف تكون هناك فقرات تنشيطية تتخللها العديد من الجوائز والمسابقات، سوف ينطلق البرنامج الرسمي للاحتفال مع الساعة 7 مساء، سوف يكون هناك حفل فني ضخم سيحييه العديد من الفنانين الليبيين منهم الفنان سامي محمود وغيره من الفنانين، وستكون هناك مشاركة من الفنانة نوال غشاب التونسية نوال غشاب، وبذلك ينتهي برنامج الاحتفال لهذا اليوم. يوم 17 إن شاء الله اليوم الأضخم والأهم والأبرز يعني، إن شاء الله الفعاليات تبدأ من الساعة 10 الصبح، من الساعة 10 للساعة 4 حيكون مسرح الهواء طلق
في خدمة كل الموجودين في الميدان من ساعات الصباح الأولى، وحيكون فيه فقرات تنشيطية، جوائز، مسابقات، أغاني، عروض مسرحية، مشاركات للمدارس وللأطفال وغيرها يعني من المظاهر التنشيطية. الساعة 7 العشية إن شاء الله نبدأ فعاليات الحفل الرسمي الفني لكرنفال سلام ليبيا، وحيشارك فيه مجموعة من الفنانين الليبيين، سامي محمود، محمد لوشيش، الشاب ماني، الفنان علي المسلاتي، فنان الأغنية الأمازيغية شكري برقيق، وحيكون معنا الفنان فارس صابر، وحيكون معنا ضيف شرف كرنفال سلام ليبيا المطربة التونسية نوال غشام، اللي طبعا لها حوالي 10 سنوات ما زارتش ليبيا، إن شاء الله حتكون معنا في الميدان حتى هي وتصافح جمهورها الليبي بعد غياب طويل، وحتغني مجموعة من الأغاني الليبية. طبعا الحفل إن شاء الله حيكون بطريقة البلاي باك الغناء، وحيكون بطريقة اللايف من خلال فرقة الإذاعة والتلفزيون بقيادة الفنان خالد زواوي، وإن شاء الله يا رب الشيء اللي حيكون والتنظيم اللي حيكون يسعد الجميع ويلاقي استحسانهم وإعجابهم. إن شاء الله ربي يرحم كل شهداء الوطن، وإن شاء الله إن شاء الله في جنات الخلد مع الأنبياء والصالحين والأبرار، وربي يحفظ ليبيا. طبعا بالنسبة لاحتفال 17 فبراير، في البداية نهنوا الليبيين بالذكرى هذه الطيبة، وإن شاء الله تعود علينا دائما بالأمن والسلام والاستقرار. بلدية طرابلس مركز في شغلها العادي مهتمة بنظافة البلدية وبالشغل والوضع في داخل البلدية، والحمد لله الناس شافت الشغل المدة الماضية من خلال مهرجان بلدية. في الوقت الحالي خشينا على مهرجان احتفال 17 فبراير كبلدية جاهزة لاستقبال الاحتفال بالكامل، لأنها زي ما قلت لك كان تهيئة الظروف كلها المناسبة للسكان باش يحتفلوا. تم تشكيل اللجنة العليا للمهرجان، بارك الله فيهم، الشباب ما قصوش في الاستعدادات، استفادوا من الوضع اللي كانت في البلدية من ناحية النظافة ومن ناحية الشغل، وقدروا أنهم يجهزوا نفسهم رغم نقص الإمكانيات الكامل. يعني الجميع ممكن في كثير يقولوا في فلوس وفي كذا، من لحد الساعة هذه يعني احنا اليوم الخميس الساعة 3 ظهرا ما فيش ولا حاجة صرفت للجنة الاحتفالات بتاع بلدية طرابلس، كلها حتى الشوارع اللي تزينت داخل البلدية هذا بشغل بعض المحلات اللي هي اشتغلت في الشغل هذا وجهزت نفسها. الشيء الثاني أن شركة الخدمات العامة إدارة الاحتفالات كان عندها مجموعة من أشياء الزينة السابقة تم صيانتها وتم وضعها. الاحتفال هذا احنا نشرح فيه احتفال شعبي، الناس هي فرحانة بتورتها، وليس ان احنا دولة بتدفع للناس باش يطلعوا في الشارع والله باش يديروا. نعرف ان في كثير من الاحباطات للناس، لكن احنا دائما ما دام دفعنا الثمن غالي ابنائنا في 2017 في 2011 وطلعوا ودفعوا الثمن من اجل الحرية، هذا ان احنا قاعدين في شغل نحاول ان احنا كيف نحسن وضع بلادنا. اهم نقطة ان في زي ما قلنا احنا كرنفال السلام، ان احنا جميع المراحل السابقه كلها نسيناها، احنا الليبيين نبغوا نبنوا دولتنا مع بعضنا، ما فيش لا يمين لا يسار لا فوق لا لوطا لا اتجاه كذا، احنا كنا يجب ان احنا نهتموا بدولتنا خير ما تضيع منا، سواء اللي كان مع القدافي والله اللي ضده والله اللي احنا تو في وضع ان احنا بلادنا هي الاهم، كيف ننطلقوا للبناء افضل من ان احنا قاعدين نسمعوا فيه من الصراعات والمشاكل الموجوده. في الذكرى هذه احنا نقول للاخوه السياسيين والناس اللي قاعده فوق تتصارع على السياسه، نقول متذكروا الناس اللي طلعت يوم 16 و17، تذكروا دمائها، ناس دفعت ثمن غالي، يبقى ما فيش داعي ان احنا دم الشهداء نقعد نضيعوا فيه بالفاضي، ونقعدوا ان احنا نتعاركوا على حاجات نضيعوا فيها وطننا، نضيعوا جنوبنا، نضيعوا شرقنا، نضيعوا غربنا. احنا في الوضع هذا يجب ان احنا نتناسى هذه ذكرى طيبة، أن احنا نتناسوا فيها أي بغض أي حقد فيما بيننا، ونبني بلادنا ونبني مدننا، والخير موجود لو احنا نتفقوا، وحتى لو كان الخير هلبة واحنا مش متفقين حنضيعوه. يبقى هذه فرصة في 17 فبراير أن احنا نسكروا كل الملفات السيئة السابقة اللي فيما بيننا وبين بعضنا، ونفتحوا ملفات جديدة. وزي ما قلنا احنا السنة الثانية أنه هو كرنفال السلام، يبقى أن احنا سعيين للسلام، ويعلم الله أن سكان طرابلس اللي هم من ليبيا كلها كلهم يسعوا للسلام، ما فيش القبليه والجهويه والعنصريه في طرابلس، وهذه المدينه تسعى الجميع وليبيا تسعى الجميع، احنا 6 مليون يعني مش هلبه،
يجب ان احنا نهتم بكيف من الدكه هذه نحن ننطلقوا للافضل بدل من ننطلقوا للاسوء. وبارك الله فيكم، ونقولوا لاهالي الشهداء ان ان شاء الله ما اجرهم عند الله سبحانه وتعالى وليس اجرهم في الدنيا هذه، وربي يبارك في الجميع وكل عام وانتم بخير.